السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بيكم في حلقة جديدة من صوت الناس، وإحنا في شهر رمضان معاكم، بننقل أصواتكم، بننقل صرخاتكم، بننقل أوجاعكم، بننقل أفراحكم من خلال صوت الناس في رمضان. يمكن لا صوت يعلو فوق صوت غزة، أيضا بنكرر تعازينا للأسر المصرية التي استشهد أبنائها من أبناء القوات المسلحة من حرس الحدود في هذه الجريمة الخسيسة الغادرة لأبنائنا. النهاردة بنقول أنه في غزة حتى المستشفيات لم تسلم من قصف واعتداءات الإسرائيليين، يعني ضرب مستشفى، يعني ماذا يوجد في المستشفى؟ أين المجتمع الدولي؟ أين العالم؟ أين ضمير العالم؟ أين حقوق الإنسان؟ إلى الغرب نوجه هذا الكلام من خلال ما جاءنا من كل هذه الأخبار ومن الرسائل التي تطالب العالم كله بأن يقف أمام هذه الجريمة المنظمة الممنهجة لقتل إخواننا في غزة. برحب بضيفي الحاج عبد الرحمن شكري نقيب الفلاحين. يا مرحب بك الحاج. الحاج وحيد منورنا. الله يكرمك. يمكن إحنا كنا دائما مرتبين في رمضان إن إحنا دائما نكون مربوطين بإخواننا الفلاحين والزراعة. للأسف الشديد الأحداث بتفرض نفسها علينا، لكن إحنا بنقول وإحنا بنسترجع كده موضوع الأمن، كان زمان وإحنا صغيرين وإحنا عيال صغيرين كان شيخ الغفر ده أو يعني شنبه يعني وبندقيته كده ومالي مكانه، وكان ساعة ما يمشي في البلد وماسك الخرزانة معاه والبندقية العيال تخاف والناس، ويبقى يقول لك ده شيخ الغفر راح، كان فيه أمن زمان. يعني شاعرنا كاتب وقال عن شيخ الغفر، قال يا شيخ من غير جراية ولا جبة ولا قفطان، وإحنا في عز الليل بعد التعب في الغيطان، بيلف طول الليل صاحي وهو أبو الرجال، على كتفه شايل سلاحه ومعاه نحس بأمان. نقول تاني يا شيخ من غير جراية، يعني شيخ ما بيقراش أو من غير كتاب، يا شيخ من غير جراية ولا جبة ولا قفطان، وإحنا في عز الليل بعد التعب في الغيطان، بيلف طول الليل صاحي وهو أبو الرجال، على كتفه شايل سلاحه ومعاه نحس بأمان. يا شيخ من غير جراية ولا جبة ولا قفطان، واحنا في عز الليل بعد التعب في الغيطان، يا شيخ من غير جراية ولا جبة ولا قفطان، واحنا في عز الليل بعد التعب في الغيطان، بيلف طول الليل صاحي وهو ابو الرجال، بيلف طول الليل صاحي وهو ابو الرجال، على كتفه شايل سلاحه ومعاه نحس بأمان. الله عليك. نبدأ مباشرة، يعني احنا عندنا موضوعين. الموضوع الأول يعني تشييع جثامين أبنائنا من أبناء القوات المسلحة شهدائنا، وأيضا الموضوع الثاني وهو تناول الإعلام الغربي لما يحدث في غزة. معنا أخونا علي من تونس، تفضل أخ علي. حاج علي، علي من تونس. طيب عمل حاجة عبد الرحمن، النهاردة إذا كنا بنتكلم عن الرباعية بتاعتنا بنقول في لقطة سريعة كده، الأمن راح فيه؟ الأمن راح ورا المظاهرات، ما عادش هناك حرص على أمن الشارع ولا أمن البيوت ولا أمن البنات. وبعدين اللي خلى الأمن بينتهك الأعراض والأمن بيتعامل معاملات قبيحة ولا تليق بحال من الأحوال بالرجال عموما، واعتداء على البنات واعتداء على السيدات، ومنظومة حتى المنظومة اللي كان عليها ملاحظات كتيرة لما تهدد أصبح الآن ما فيش قيمة، القيمة راحت وضاعت، وأصبح يعني رجل الأمن النهاردة هو مصدر لعدم الأمن. طيب ما بعض الناس بيقول عم الحاج بيقول إنه إذا كنت بتقول إنه الأمن راح فين، فالمظاهرات اللي موجودة في الشارع هي بتشغل الأمن، وهم بيطالب الأمن بيطالب المظاهرات تقعد مكانها وتهدأ وهم يتفرغوا للشارع. المظاهرات وإعلان الرأي ده حق إنساني، حق على مستوى العالم كله،
اعترفت به حقوق الانسان العالميه طالما كانت سلميه طالما كانت سلميه انا ما بعملش حاجه انا راجل ماشي بقول لا الشيء الفلاني مش عاجبني الشيء الفلاني مش مظبوط فطالما انا ماشي سلمي وماشي في مظاهره سلميه رجال وسيدات الاعتداء عليها ليه وبعدين انا بجيب مني اعتدي عليها انا بجيب البلطجيه اعتدوا على الناس الامنين الناس اللي هم مش وحشين الناس اللي هم بيقولوا راي وما ما 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 بيخبوش لكن هناك اخرين بيعملوا اعمال سيئه جدا من ضمنهم البلطجيه اللي بيحميهم الامن النهارده هم دول اللي بيعملوا مشاكل في الليل وبعدين البلطجيه طالما متاكدين ان الامن ما هيمسكهمش وان هم حاطين ايدهم في ايد الامن يبقى في هذه الحاله هيعمل اللي هو عاوزه بالليل يبقى بقى لا ينفع بقى لا شيخ غفر ولا غفر ولا اي حاجه غير ان البني ادمين تشيل سلاح في بيوتها ودي اخطر منظومه ممكن تحصل في مصر تمام يعني خلونا نبدا بموضوعنا الاول وهو أن هناك الكثيرين من المواطنين المصريين غير راضين عما حدث لأبنائنا من أبناء القوات المسلحة من أبناء حرس الحدود مستغربين متعجبين حتى البعض كان ساخر إزاي ولادنا من أولاد القوات المسلحة 31 جندي في كتيبة زي ما تحدث اللواء عادل سليمان يموتوا ويستشهدوا ويقتلوا كده بدون أي يعني اعتبار القوات المسلحة أين القوات المسلحة يعني الواحد بيجي يقول العيد كل سنه وانتم طيبين دلوقتي هنقول للناس ديت ايه نقول لهم البقاء لله طبعا السيسي مشغول طبعا عايز يقفل حصار على غزه وعايز يقتل المقاومه كلها واحنا بنقول له ان شاء الله غزه منصوره وحق الجنود اللي ماتت ديت ان شاء الله حقها رقبتك يا سيسي وبعدين احنا بقينا 13 شهر دلوقتي احنا بنقول ارهاب 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 احنا معاك ايه عاوزين نقضي على الارهاب ده بس فين راس الارهاب ده احنا بقينا مش مسكنا ولا واحد قتل اي حد من الجنود العود سواء ضباط او تفجيرات او اي حاجه من دول مش مسك ولا واحد ولا واحد اتقدم للمحكمه الدش مش عاد مأمن حاجه مش عاد الدش مش عاد وراه المكروني مش عاد معاه كعك العيد مش عاد وراه الخراب اللي بتاع البلد هو بيأمن البلد من جوه وساب الحدود بره وعساكرنا بتموت وكل حاجه بايظه بره خالص ما فيش تأمين ولا في اي حاجه حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل ازاي الجيش المصري الجيش ليه تاثيره في المنطقه ازاي تتم العمليه ديت في السهوله دي عارفين يعني هل ده بسبب انشغال الجيش بالامور السياسيه شويه وبعد عن الحياه العسكريه ولا مش عارفين ايه السبب بالظبط يعني بنتمنى ان الجيش يرجع تاني لسكناته بنتمنى ان الجيش يقوم بدوره الحقيقي لحمايه البلد وحمايه جنوده يعني زي ما شفتوا كده يعني الوضع زي ما انتوا شايفين يا اخوانا حاجه صعبه خالص بصراحه الناس زعلانه الناس متاثره جدا الناس بتسال الجيش ده بالنسبه لنا وبالنسبه للناس وبالنسبه لكل واحد خدم في الجيش او ابن بيقول لك يعني ايه اللي بيحصل ليه هذا التخاذل ليه النهارده 31 وقبل كده 17 ولم يظهر القاتل معايا داوود من الكويت داوود اتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله يعطيك العافية البقاء لله للجميع أنا يعني يمكن يخلص التحت وأنا عم بحكي لكن قلبنا معكم جميعا ومع أهل غزة جميعا أكيد طبعا كثير ناس كانت عم تشتكي وبتتكلم إنه شو قصة وين الحكام العرب إحنا نسيناهم الحكام العرب ونسينا وضع حكام العرب ونسينا أمور السياسة بقينا مش أغبياء إحنا السياسات والأخبار عم نشوفها والفبرك اللي عم بتصير بين الناس خلاص صرنا واعيين بس كافي الاعلام الخارج عم يتكلم الاعلام بالاوضح الاعلام المصري حاجته يتكلم عن 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 اخوه لانه عم بتموت ويا تتمهزق فيهم يعني يا جماعه مهما كانوا هدول بشر انسان وفي الاول في الاخر طالما انه هذا الاعلام يا داوود هذا الاعلام غير معبر ابدا عن الشعب المصري اللي راح ب اكيد انا مع هذا اعلام خاص بالمناسبه هذا اعلام خاص محسوب على رجال اعمال لديهم اجنده خاصه الاعلام المقيد الاعلام المسموع له شكرا اخونا داوود معانا ابو محمد من المنوفيه اتفضل يا ابو محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته والله انا احب اوجز الكلمتين اللي انا هقولهم في الامرين الاثنين اللي حضرتك هتتناولهم. اولا بالنسبه لشهدائنا شهداء القوات المسلحه
ما تم عمله في الرئيس محمد مرسي في الشهداء رفح في شهر رمضان، وكان قائد وكان المسؤول السيسي عن المخابرات الحربية العسكرية وهي المخابرات اللي عملته، نفسه اللي اتعمل فيه صدق هذا في رمضان هذا ربنا بيوريه. ولكن كان المقارنة والوجه يعني وجه المقارنة واضح، الرئيس محمد مرسي أقال وزير الدفاع ورئيس المخابرات ورئيس الشرطة العسكرية. ماذا فعل السيسي؟ بيان اعتذار، ده اللي خدناه منه. يعني أنت تطالب بالنسبة لغزة قبل غزة واضح يا محمد، قبل غزة أنت تطالب الآن بإقالة وزير الدفاع ورئيس المخابرات ووزير الداخلية المسؤولين عن تأمين محاسبة السيسي، هو المسؤول والسيسي عن ورئيس الجمهورية السيسي. طبعا أنا بقول كان أقل اعتبار لأسر الشهداء اللي احنا مكلومين فيهم، كان مراد خطرنا يطير وزير الدفاع وقائد المخابرات العامة وقائد الشرطة العسكرية زي ما عمل مرسي. دي حاجة. الحاجة الثانية بالنسبة لغزة، هو شريك في حرب غزة، هو شريك في إذا كان بيقول أنا بيدمر الأنفاق و1700 نفق دمرهم من يوم الانقلاب إلى الآن، بيساعد في خنق غزة ويتواطأ الإعلام. أنا بنادي كل المصريين في الخارج يدخلوا على القنوات العميلة اللي عمالة بتروج وتزيف وعي المصريين، يدخلوا عليهم ويقولوا لهم يا كذابين كذا، زي ما قافلين كل القنوات وقافلين كل الوجوه. شكرا أبو محمد، شكرا جزيلا أبو محمد. معايا أخونا علي من كندا، تفضل يا أخ علي. انتهوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. البقاء لله. من الله وإلى رجوعك. طبعا احنا الذكر لو الناس بتفتكر، بس للأسف الشعب المصري ذاكرته مش قوية يعني، أو احنا شعبنا، أنا مصري زي بقية المصريين يعني، ولكن كل سنة في نفس الميعاد بتحصل حادثة زي كده، فشيء مريب يعني. كل اللي بيحصل شيء مريب يعني، جيش واتقتل فيه 21 السنة 31 السنة دي و14 السنة اللي فاتت، وكل سنة زي ما يكون، وكل ما تحصل حاجة في غزة نموت جنودنا عشان نقول خلينا مشغولين بأمننا الوطني. في شيء مريب، البلد كلها فيها شيء مريب، إدارتها قضاءها يعني سبحان الله يعني، ربنا سبحانه وتعالى يتولى الناس. يعني أنت تستشعر يا أخ علي شاعر كده أنه المؤامرات هي التي تسود حاليا، المؤامرات السياسية، المؤامرات يعني من أجل تحقيق مكاسب سياسية، هناك مؤامرات على الأرض سواء في التفجيرات سواء في قتل جنود، كل ده مفتعل. حبيبي لو هو لو يعني جيشنا أقول لك أقل شيء يعني، لو التفجيرات وما بيبنلهاش شيء والناس بتقتل وما بيبنلهاش شيء، أقل شيء نقوله إن الناس دي عاجزة عن إدارة البلد يعني. مش هقول لك هم اللي بيعملوا، لو هم مش قادرين يعرفوا مين اللي بيعمل يسيبوا البلد. تمام، شكرا. شكرا جزيلا اخونا علي، بيقول رساله، لو هم مش قادرين يحافظوا على جنودنا ويعني يمنعوا هذا العبث بارواح جنودنا يسيبوا الحكم لغيرهم. اخونا احمد من المنيا، اتفضل يا اخي احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وحضرتك طيب. اتفضل. الو. اتفضل. انا بس عايز اسال سؤال غريب شويه. ممكن؟ اتفضل. اتفاقية الدفاع العربي المشترك هتطبق امتى؟ ومين اللي هيطبقها؟ بس يا فندم ده سؤالي. اتفضل. طب يعني انت يعني السؤال برضو خليك معانا يا اخ احمد. يعني اتفاقية الدفاع العربي المشترك، انا هسألك سؤال، هل انت شايف ان احنا عندنا جامعة عربية قوية لها صوت، او عندنا لوبي عربي، او عندنا كيان عربي غير الشجب والاستنكار والكلام ده عشان نقدر نقول ان احنا سندافع عن، ما هو الرئيس السيسي قال لك مسافه السكه، ما هو كان بيتكلم بيقول مسافه السكه. عارف يا فندم مشكلتنا ايه؟ ان احنا دايما رد فعل مش فعل. هو ده اللي خلى الجامعه العربيه بتاعتنا ضعيفه، بس موجوده. تمام، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا اخونا احمد من المنيا. برجع تاني اعمل حاجه عبد الرحمن، هذه الاراء كلها اراء حزينه، اراء رافضه لما يحدث، وحتى البعض غالى وقال وذهب الى انه لابد ان يتم اقاله وزير الدفاع، اقاله رئيس المخابرات الحربيه المخابرات العامه ووزير الداخليه. اخويا بدايه احنا طبعا يعني بنترحم على شهدائنا من ابنائنا في الجيش، وبنوجه العزاء من كل قلوبنا لأسر هؤلاء الأبناء،
ولكن يبقى امر مهم وهو اداره الدوله تستدعي ان يبقى في تحقيق تقوم به لجنه محايده عشان تيجي في النهايه تقول ايه اللي بيحصل في مصر. تجيب حقوق الناس دي. وتجيب حقوق الناس دي. واخد بال حضرتك؟ اقاله وزير الدفاع واقاله قيادات الجيش اللي هم مش قادرين يحافظوا على رجال الجيش، مشغولين بالبسكويت ومشغولين بالغريبه ومشغولين بالاتوبيسات، وسابوا الحدود يموت الرجال اللي واقفين على الحدود. مسؤوليتهم السياسيه ايه؟ ان هو الان يستقيل، وحتى تثبت بقى التحقيقات دي حجم مسؤوليته شكله ايه. هو ده الوضع الطبيعي اللي بيحصل في كل الدنيا. يعني اللي عمله الدكتور مرسي لما كان رئيس جمهوريه وهيبقى ان شاء الله رئيس جمهوريه هو الوضع الطبيعي اللي بتعمله الدنيا كلها. المسؤول عن هذا القطاع كله هو المفروض ان هو يقدم اجابه. هروح لمرسي من الشرقيه بس مش الدكتور مرسي، هروح معانا اخونا مرسي من الشرقيه. اتفضل يا حاج مرسي. السلام عليكم يا فندم. وعليكم السلام، اتفضل. حضرتك دلوقتي بالنسبه للجنود بتاعتنا اللي ماتت في هي اول مره وهتحصل تاني مع اي مشكله تاني في مصر زي حضرتك بالظبط. المشكله لو تفتكر حضرتك القوات اللي ماتت في العربيه بتاعت السجن راحوا قاتلين لنا كام عسكري برضو من على الحدود. هم مين اللي قاتلين يا حاج مرسي؟ مين اللي قاتلين يا فندم؟ المخابرات دي تخطيط مخابراتي دي معروف. معروف معروف مين اللي بيخطط ومعروف مين اللي بينفذ. يا باشا دولت ناس خايفين على الكراسي بتاعتهم، ممكن يعملوا اي حاجه عشان يحافظوا على الكراسي بتاعتهم. والله 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 عندهم استعداد، عنده استعداد يقتل صاحبه اللي قاعد جنبه عشان خاطر يحافظ على الكرسي بتاعه. انت عايزه يشيل صبحي صبحي؟ اكن السيد هيشيل صبحي صبحي؟ انا مش عايزه، انا مش عايزه. الناس اللي عايز، الناس اللي قالت اللي طرحت، انا مش عاوز حد بصراحه. يا انا بني الاراء الناس. ده 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 ده, ده منظومه ده عصابه يا فندم. شكرا عصابه. شكرا شكرا. عندنا يعني نشوف سيده مصريه يعني من اهالي احد الضحايا. هنشوف الكلام ده ونرجع نعلق عليه، يعني انتوا تشوفوه الاول ونرجع نعلق عليه. عاوزين الواد احنا دلوقتي. عاوزين عشان احنا الوقت مش عارفين الواد. انت تجربي له يا حاج جامع؟ اطلب له الشهاده من الله سبحان الله. بس تجربي له القربه يعني جيرانه. انا ست ام امه. جيرانه. ولا انا ست ام امه. عاوزين الواد، احنا عاوزين الجثه دلوقتي. وانا ابن خالته الاقرب ليه. يعني احنا دلوقتي عاوزين الجثه. مش غير مش يجيبوا لنا واحد مسيحي، يعني يجيبوا لنا واحد مسيحي ازاي يعني؟ يعني النهارده كان تناقلت وسائل البعض الاخبار انه احد المجندين في اسيوط اهله اعتقدوا انه يعني عند الدفن وجدوا انه هو ليس مسلما وانما مسيحيا، يبقى مش ابنهم، وبالتالي هناك مثار للجدل. هذه الحادثه عم الحاج عبد الرحمن، يعني المفترض انه اهل الشهيد يروحوا يشوفوا ابنهم اثناء تغسيله واثناء تكفينه واثناء الكلام ده، انما مش يفاجئوا به اثناء الدفن. لو حتى لما لو حصل انه اتغسل بعيد وجاه واتكفن، هم لازم هيشوفوه. ده مش هما لقوهوش هو؟ هما ما يعرفوش ابنهم؟ لا عارفين. ده طلع كمان مش ابنهم بس، وانه راجل مختلف معاه في الديانه. يبقى اذا في ناس مختلفه في الديانه ماتت كده ما يعرفوش اهله، ما يعرفوش عنه حاجه. يبقى احنا امام وهم، امام شكل والحقيقه وراءه مختفيه. كشف الحقيقه دي هو اللي احنا بنطالب فيه بالتحقيق، واظن الاحزاب السياسيه عندك طالبت بهذا. طبعا. طالبت باجراء تحقيقات لمعرفه سيناريو الحادث نفسه، المسؤول عن الحادث نفسه، حجم التقصير اللي تم سواء من القيادات او من المسؤولين الموجودين في الفصيله دي. نعم. الكل كان لابد، كان لابد وما زلنا نطالب ونصر ونلح على ان لابد من اجراء تحقيق وعمل جزاءات كافيه وشديده للمقصر في هذا الامر. يمكن حضرتك سبقتني، انا فعلا معانا اخونا مصطفى من صفت اللبن. مصطفى قبل يعني اتفضل انت على الهواء وهنكمل ماذا قالت القوى السياسيه في مصر. سمعنا من التليفون يا مصطفى ووطي صوت التلفزيون. وعليكم السلام ورحمه الله، اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا اخي لو سمحت، هو احنا انا بس معلش انا هتكلم دقيقتين اتنين بالظبط ان شاء الله يعني. اتفضل، يعني هو دقيقة واحدة بس. لو سمحت يا دقيقة بس اسمح لي يعني. اتفضل. دلوقتي حضرتك، هو الاسلام دلوقتي، الاسلام في بلد الاسلام كلها مستضعف دلوقتي. ماشي. فاحنا دلوقتي يعني في احد
احد الامطار يعني ايه للامام حسن البصري وقال له يا امام دعنا نخوي يا الحجاج بن يوسف. بدل يوسف ده كان طاغيه في المسلمين. فلما جه الانسان ده قال دعنا نخوي على الحجاج قال له يا هذا ان الحجاج بن يوسف عقوبه الله لكم وعقوبه الله لا ترفع بالسيف انما ترفع بالتوبه. فالمطلوب من الامه الاسلاميه دلوقتي كلها هي توبه توبه اقسم بالله توبه وصبر فاجئ النصر باذن الله سبحانه وتعالى. نعم يعني لازم الامه الاسلاميه كلها محتاجين توبه بس الناس كلمتي دي لمصر كلها دلوقتي اقسم بالله ما نحتاج الى توبه اقسم بالله لا نحتاج الا الى توبه. شكرا اخونا مصطفى من صفت اللبن. يعني هو يعني حال ما فيه ظروف العباد الى قضية أخرى أو إلى نقطة أخرى وهي نقطة وجيهة فعلا وهي أنه ما يحدث الآن للناس هو بسبب فساد الرعية. ده كلام أخونا مصطفى ويدعو إلى أن نتوب إلى الله جميعا في أنحاء الأم. يعني قبل ما أخذ أخونا أحمد من ليبيا عندي مصر القوية أذان محمود رياض نائب رئيس حزب مصر القوية قال أذان نائب رئيس حزب مصر القومي أعتقد الحادث الإرهابي أيضا نع حزب الوسط الاخوان الجنود الذين استشهدوا في الفرافره بالوادي الجديد وطبعا الوسط شدد على حرمه الدم المصري وطالب بالمحاسبه والمساءله. البديل الحضاري خلي البديل الحضاري لانه البديل الحضاري كان ليه وجهه نظر اخرى هنقولها. النصر الصوفي ادان الحادث الاجرامي في الفرافره وطالب بتفعيل المحاكم الثوريه. ايضا النهارده البديل الحضاري قال كلمه الحاكم السيسي ووزير دفاعه وانقاذه لشرف مصر في الوقت الذي قام فيه النظام الانقلابي بجنوده وقواته بحمايه بعض السائحين الصهاينه وتامينهم وهم يدنسون ارض الوطن والطبع. ده كلامه قال وبعد ما قالت وسائل الاعلام ان هناك تحالفا شجاعا بين السيسي وقاده تل ابيب تاتي فاجعه كبرى ومؤلمه اثر عمليه قدر راح ضحيتها 31 من قوات حرس الحدود. ده كلام البديل الحضاري وطالب طبعا انه المتحدث العسكري بان يكشف من القاتل ولا يطلق التعبيرات كمثل تكفيريون او ارهابيون. ايضا عندنا الحاجات الغريبه او الحاجات معذره الحاجات التي تحدث عنها الاعلام والمثيره للجدل تصريحين لسامح سيف اليزن الخبير الامني حسب ما يقولون قال الدوله ستثأر لشهداء الفرافره ولن تمر الوقائع دون عقاب. الغريب فيها في كلام سيف اليزن انه اتهم الاخوان وراء وقال انهم وراء ارتكاب الواقعه مضيفا لا استبعد الاخوان لان لهم علاقه بتلك العمليات الارهابيه بينما لم يتحدث احد ابدا بهذا. ايضا نبيل نعيم القيادي في تنظيم الجهاد القيادي السابق في تنظيم الجهاد قال يعني تحديدا بنفس النص ارتكاب مذبحه الفرافره جماعه الاخوان المسلمين ارتكبت هذا الكلام. يعني انا هاخد يوسف وارجع لك عم الحاج عبد الرحمن لانه لازم حضرتك ترد لي على هذا الكلام. اخونا يوسف من المنيا من الصعيد اتفضل يا حاج يوسف. حاج يوسف ايوه يا فندم اتفضل يا امير. ماشي يا باشا اتفضل. حضرتك يا فندم انا عاوز اقول لك على حاجه. اول حاجه في 2013 اثناء وجود الدكتور محمد مرسي قام بمظاهره كمال ابو عيطه ومشوا رئيس التحكم القومي في الكهرباء. تمام كلام يا فندم؟ اتفضل. وبعديها باسبوع حضرتك بدا حكايه انقطاع الكهرباء، فالمسؤول عن قطاع الكهرباء هو رئيس التحكم القومي يا فندم في القاهره اللي قامت مظاهره ضد البشمهندس احمد اللي كان موجود هناك قبل ما ده قبل وقامت من كمال ابو عيطه ومشي في عهد الدكتور محمد مرسي وبعديها باسبوع يا فندم بدا انقطاع الكهرباء. ده اول حاجه. اتفضل. الامر الثاني اتفضل. انا حاجه الثوره مش هتنجح يا فندم الا اذا انضم ليكم الفصيل المسيحي اللي هو نص الوطن يا فندم. لازم تعملوا انكم انضم لينا مين لينا مين يعني لازم تعملوا انكم انتم تضموه معاكم يا عم الحاج. انا مش احنا انا مش طرف. انت قصدك انضم الثائرون في الشارع الان ينضم لهم الطرف الاخر لكن انا مش طرف. نعم ما فاهم يا فندم. التحالف يعمل على كده يا فندم. التحالف يقوم بتوجيه خطاب يا فندم. هم خايفين حضرتك هم خايفين يا لمبه وطرس يتحاكم علشان كده خايفين ينزلوا. هم لازم التحالف يعلنوا الامر وطرس يا فندم مالهوش ذنب. هو اتضحك عليه اساسا وملهوش اي ذنب. هو اتضحك عليه لكن ما طلعش زي الشيخ الازهر قال دول اثنين وقتلوهم. انا بس عاوز اسالك سؤال بسيط خالص كمواطن مصري يا فندم. يعني تمام واحنا خايفين على الانبا كورتس وعشان لازم اطرحها
لازم يا فندم يكون فيه انت يا عم يوسف، انت مسيحي فوق دماغنا من فوق يا عم يوسف، انت مسيحي فوق دماغنا من فوق، ورمضان كريم. وبعدين يعني احنا المسلم جنب المسيحي في كره مصر كلها وصعيد مصر وريف مصر، يعني ما فيش فرق خالص. لمبه بطرس يا فندم، لمبه بطرس ما عملش اي عنف، ما شتمش المتظاهرين، هو اتضحك عليه بس في الانقلاب يا فندم، اتضحك عليه. فاحنا عاوزين نداء من التحالف يا فندم، عاوزين اطمئنان من التحالف. واحنا خليني احييك على وطنيتك يا يوسف، خليني احييك وما زيدش عليك، انت رجل مصري وطني محترم، انا بحييك على هذه الموضوعيه وعلى وطنيتك، وده مش غريب على شركاء الوطن اقباط مصر ومسيحيين مصر. انا بس ربنا يخليك يا فندم. شكرا. ربنا يخليك يا فندم. شكرا. وعلى فكره يا فندم، في معلومه وصلتني انه الذخيره اللي كانت مع الجنود اللي في جنوب الوادي ذخيره فزه. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا يعني على مسؤوليتك يا يوسف هذا الكلام، لكن يعني من الشيء الجيد جدا انه هذا هو شعور اقباط ومسيحي مصر. طبعا يعني احنا دايما بنقول مصريين ابونا الاقباط ولا بنقول مسلمين، لان احنا عايشين مع بعض، الامور مختلطه في كل شيء، في تجاره وفي صناعه وجوار وتعليم وكله، يعني ما عندناش هذا الفاصل. هذا الفاصل بيبتدعه بعض الناس لإيجاد شرخ وشق بين المصريين. أنا عندي فصل، عندي عاجل. رئيس المكتب السياسي خالد مشعل لحركة حماس يعقد مؤتمرا صحفيا الساعة 8 بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة. نعيد مرة أخرى العاجل، وهو رئيس المكتب السياسي لحركة حماس السيد خالد مشعل يعقد مؤتمرا صحفيا في تمام الساعة 8 حول العدوان الإسرائيلي على غزة. برجع لحضرتك تاني عبد الحاج عبد الرحمن، النهاردة الكلام اللي قاله يوسف أنه طبعا يعني لا يمكن إثبات موضوع الأسلحة الفزة أو غيره، لكن النقطة الأهم في كلام الناس أنه كلام سامح سيف اليزل، حضرتك أنا سامح سيف اليزل وكلام نبيل نعيم، اتهموا الإخوان المسلمين، هل أصبح الإخوان المسلمين أصبحوا شماعة كل حاجة نقول الإخوان المسلمين عليها؟ هو إحنا بس بنطالب بحاجة عشان الأمور تبقى مستقرة، كل الدنيا بتحدث فيها أحداث، لكن الناس العقلة، الناس اللي هي حريصة على الوطن بتعمل تحقيق مجرد شفاف عشان توصل فيها للحقيقة، لأن ده لحماية الوطن ولضبط الإيقاع الاجتماعي والسياسي والقانوني داخل المجتمع. احنا بنطالب كل حدث يحدث، والأحداث حدثت كثيرة من بعد الانقلاب لم يتم تحقيق فيها حتى الآن، نحن نطالب بتحقيقات تتم في هذه الأحداث التي تتم عشان نقدر نوصل فيها لفاعل حقيقي. أما ما يقال بقى، يقولوا سيف الوزل، يقولوا نعيم، يقولوا زيد، يقولوا عبيد، كل ده كلام باب هراء. الإنسان العاقل المحترم لازم يقول أنا ببني رأيي أو بقول المعلومة. هو استباق للأحداث، لماذا الاستباق للأحداث؟ طبعا، ودي طبيعة، على فكرة طبيعة الشخصيات اللي موجودة الآن على الساحة، سواء في الإعلام أو الادعاء بأنهم باحثين أو الادعاء بأنهم أصحاب مراكز بحثية أو الكلام ده كله، كل هذا الكلام كلام الآن سايح في الشارع ملوش معنى وملوش طعم. لكن الحل الوحيد هو أن تجري تحقيقات شفافة من جهات مسؤولة وتصل إلى نتيجة، وأنا واثق تماما، أنا واثق تماما إن النتيجة اللي هتوصل ليها هي أن أطلع ناس مسؤولة داخل الأجهزة هم اللي عملوا هذا العمل، واتهام الآخرين. وسيف اليزل بدل ما يتم الناس يدور على يقول كلام معقول وكلام مسؤول في أنه اعملوا تحقيق وصلونا النتيجة. نعم. وأعلنوا هذا التحقيق قدام الناس. يعني بعض الأخبار التي وردت وورد موثقة البعض تحدث عن أنه هناك اعتداء على نفس الوحدة العسكرية منذ شهرين واستشهد أيضا 6 ولم يتم اتخاذ أي إجراء، وقيل أنها عمليات لبعض المهربين. النهاردة سواء مهربين أو إرهابيين، إحنا عاوزين حق ولادنا الجنود. يا سيدي الفاضل، اللي بيعمل كده ده بلطجي، ده إرهابي، ونحن نرفض هذا شكلا وموضوعا. الحل الوحيد هو أنك أنت تعمل تحقيقات. الراجل اللي كان ماسك الفصيلة دي، مين اللي كان بيحرس الناس دول؟ مين اللي يعني أنا ناس اتقتلت في العصر في عز النهار وجاية في عربيات على مسافة طويلة وأنا في الصحراء، إزاي الكلام ده حصل؟ إزاي ده حصل؟ مين اللي كان بيحرسهم؟ مين اللي كان مسؤول عنهم على المستويات العليا حتى يحدث هذا تكرارا لحدث حاصل من شهر ونص ما كملناه، وقبل منه بشوية حاصل، وحاصل في سيناء. كل الكلام ده لابد
عند اي حد في الدنيا لابد ان من تحقيق ولابد ان احنا نوصل ولابد من جزاء وقع على الناس اللي هي اخطات وقصرت في 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 الحدث في المره الاولى وفي المره الثانيه وفي المره الثالثه، والا هنفضل بقى السيرات تفضل تتكرر كل يوم. بهذا يعني ننهي الجزء الاول من الحلقه اليوم، ونذهب للحاج وحيد عشان نرجع نشوف ماذا قال الاعلام الغربي وليس الاعلام العربي عن غزة. قالوا علينا ديابة واحنا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا على الربابة. قالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا على الربابة. حكاية لها عبرة وناية، لكل دي بحكاية لها عبرة وناية، لا تشوفها في الجراية ولا عرفتها الكتابة. شبعان من القاسية والدم يبقى مية، شبعان من القاسية والدم يبقى مية. داجي الجبل علي، داجي الجبل علي، انا ديب ولا ضحي، ما ترد علي يابا. وقالوا علينا ديابة واحنا يا ناس غلابة، يا مغنواتي غني حكايتنا الربابة. مغنواتي سيجلس وسيحكي وسيغني وسيتحاكى وسيعزف على الربابة ويحكي كل ما يحدث في مصر عندما يتحدث التاريخ ويكشف التاريخ بعد سنوات ماذا كان يحدث. هذه المؤامرات التي تتم لأبنائنا، وهذه المؤامرات التي تتم لأمتنا، وهذه المؤامرات التي تتم لبلادنا. خلونا نشوف هذا التقرير أو هذا هذا الفيديو التي تقدمه إعلامية غربية. هذه الإعلامية الغربية تحكي قصة الاعتداء الإسرائيلي على غزة، وكيف أن هناك تواطؤ إعلامي وغربي وأمريكي من خلال وجهة نظر غربية، بينما الإعلاميون العرب المصريون بعضهم وليس كلهم يعني يرفع الأحذية يعني ويرفع القبعة، يرفع الأحذية للمقاومين ويرفع القبعة للمعتدين. شيء غريب، خلينا نشوف. Two days ago, Israel launched a bombing campaign dubbed Operation Protective Edge against Gaza that's still ongoing. But despite the horrors on the ground, the mainstream media seems to only be telling one side of the story. Take a look at this. From the Wall Street Journal, Israeli air defense intercepts more rockets as fighting continues. And the LA Times goes on to declare that Palestinian rockets reach farther into Israel. And lastly, the New York Times makes it seem like there's an equal playing field by stating Israel and Hamas simply exchange fire. Well, I guess I really can't expect more from a media apparatus that essentially works as stenographers for the U.S. government. Let's take a listen to what the issue is being framed by the White House. We strongly condemn the continuing rocket fire into Israel and the deliberate targeting of civilians by terrorist organizations in Gaza. No country can accept rocket fire aimed at civilians, and we support Israel's right to defend itself against these vicious attacks. At the same time, we appreciate the call that Prime Minister Netanyahu himself has made publicly to act responsibly. Wait, what? Acting responsibly? I must be in the Twilight Zone, because to me, the collective punishment of an entire population is the opposite of responsible. So, what's the reality on the ground? Well, just in the last 24 hours, Israeli forces have conducted airstrikes that have struck 160 sites in Gaza, according to the IDF.
In total, 550 sites have been bombed. And considering the fact that Gaza is one of the most densely populated places on Earth, with over 1 million inhabitants, any aerial strike conducted in the region almost certainly means civilian deaths. In fact, at the time of this broadcast, the strikes have killed at least 53 Palestinians, including 8 children and an 80-year-old woman. According to the Palestinian Minister of Public Works and Housing, at least 50 homes have been destroyed so far and 1,700 damaged. So when the IDF talks about hitting, quote, Hamas targets, remember that Hamas is the democratically elected leadership of Gaza, which could mean any government building or social services for Palestinians. So while the U.S. government can go on and on about Israel's right to defend itself, take heed of the increasing death toll in Gaza and the fact that no Israelis have yet died as a result of Hamas rockets. Look, I denounce deadly force on both sides, but it's important to not frame this as a cycle of violence that's equal. One is the colonizer oppressor, the other, the colonized oppressed. As IDF General's son, Nico Peled, said just yesterday on the show, there are two choices for Palestinians in occupied territories, to completely surrender or resist. And resistance is what we're seeing now. I'm sick of my Palestinian friends losing their friends and family every time Israel goes on the offense against innocent people living in an open-air prison. So if demolishing homes, conducting mass arrests, and bombing civilians is, quote, responsible, I shudder to think how many people have to die in order to define irresponsible. زي ما شفتم كده يعني انا بوجه هذا الفيديو الى الاعلاميين اللي بيزايدوا على المصريين، بعض الاعلاميين اللي انا في رايي الشخصي يعني هم قضوا على أنفسهم بخيانتهم لقضية الأمة. هذه إعلامية غربية ليست مسلمة وليست عربية، ولكنها في النهاية أظهرت الحقيقة، حقيقة الواقع، يعني أتت إلينا بكل الصحف الأجنبية وحتى الكلام الذي قالته الولايات المتحدة الأمريكية المتحدثين الرسميين باسمها. يعني عندما يتحدث الإعلام الغربي بالحقيقة، بعض الإعلام الغربي بالحقيقة ويكشف الحقيقة، بينما الإعلام المصري الخاص يتهم أهل غزة ويتهم حماس بأنهم إرهابيين ويتهم حركة المقاومة التي يا أستاذ مصطفى التي هي شرف الأمة بأنه إحنا يعني ما عندناش إعلاميين. نعم إحنا عندنا أمنجية، واخبار حضرتك أمنجية دول جابهم الأمن، وحتى القراية ما بيعرفوش يقروها، يعني حتى الواحد منهم عشان تقول له اقرا خبر ما يعرفش يقراه، تكتبوا له في ورقة ما يعرفش يقراه. دول لا يجيدوا إلا الشتم، دول شتامين، دول خونة. وأنا آسف جدا في اللفظ، ليه؟ لأنه هو المفروض عشان يقدم على العمل يبقى عنده أبجديات هذا العمل، وده مش موجود. تغيير الثوابت عم الحاج الرحمن، الأصل أن الإعلامي ضمير الأمة، الإعلامي ضمير الأمة، يعني يقدم الحقيقة للأمة حتى ولو كلفته مهما كلفته. لكن دول جايين بالفلوس، دول جايين عشان يعني يغيروا عقل الناس، واحنا عندنا كما تعلم عندنا ناس بسطاء، عندنا ناس ما عندهمش وقت يقرا ولا يسمع ولا يدير الامور، وبالاضافه لان كل الاعلام عندنا في مصر شغال سواء حكومي او اعلام خاص، كله شغال في اتجاه واحد فقط، وهو خدمه الانقلاب ومحاوله الترويج. في قله محايده برضه لازم نقولها من حاجه برحمن، في قله منها بتاعت تنتاج الموضوعيه والمهنيه. دلني على واحد يا استاذ مصطفى، انا اختلف معاك تمام، دلني على واحد، قول لي اسم واحد، يعني بدون قول لي اسم واحد. لا اللي هيقول حاجه يا استاذ مصطفى معذرتك، لا احنا مش هنطلق الاحكام يا عم الحاج ابراهيم برضه، يعني نقول هناك من ابتعد عن الموضوعيه والمهنيه، لكن هناك من يحافظ على كلهم. اسكتوا وابعدوا، كل واحد عنده ضمير، انا بقول ضمير الاعلامي، كل واحد عنده ضمير الاعلامي وحاول ان هو يقدم جزء من الصوره ولو بشكل مبسط، ابعد. والآن لا يسمح في الساحة إلا هؤلاء الأمنجية اللي هم بيعين ضميرهم، بيبيعوا بالفلوس قضاياهم، لا بهم وطن ولا بهم قضية ولا بهم شعب، ودول إن شاء الله مصيرهم إلى مزبلة التاريخ كما سبقهم ناس كتيرة زيهم قبل كده حصلت في تاريخ مصر، وراحوا وراء التاريخ، والآن الناس تذكرهم بكل سوء. هاخد اتصال وارجع حضرتك تاني. اتصال من أخونا الحاج أحمد من السعودية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، اتفضل يا حاج أحمد. يا أستاذ ربنا يكرمك يا أمير، اتفضل. الله يبارك، عمتاً نشكر قناة الجزيرة الله يبارك فيها، بس عايز أبعث رسالة للمجلس العسكري، ممكن؟
في حدود المتاح عبر الحوار الموضوعي ما فيش مشكلة. طيب الوقت يعني هو بعيد عن الجنود اللي اتقتلوا شوية، بس يعني الوقت البلد تعبانة في بعضها، وجيه بيكذب وجيه بيتكلم سودو ومحد، والباب ضيعة. فنطلب من المجلس العسكري ان يطلع الناس المسجون كلهم ونبدأ صفحة جديدة. حتى من ضمنه حتى مبارك وكل يطلع وكل يطلع وخلاص. ونبدا صفحه كده كده. انا عاوز اسمع اخونا يا اخوانا لانه بيقول كلام كويس. اتفضل كمل. يعني عشان بس يبقى استرعان اللي بيتكلم كلام كده ودي بيتكلم كلام سوء، ولما نحب نصلح البلد بس فاتت من زمان. يعني انت بتدعو لمصالحه شامله جدا يا اخ احمد. كله حتى حسن مبارك راكر والرئيس محمد مرسي. جميل جدا. يعني هذا هو مطلب اي مصري، واعتقد انه ده هيبقى بدايه الحل. لكن حقوق الناس ويبدا فتحه جديده حتى والقضاة الوحشين والحلوين. طب اللي قتل يعني اللي مات حق من ماتوا يا عم احمد يا حاج احمد، حق من قتلوا ظلما، من سواء جنود سواء ناس سواء متظاهرين، حقوق الناس مين يجيبها؟ ايوه الحقوق دي بقى الوقت لما نحب نجيبها. كل واحد يعني كل البشر فيه الخير وفيه الشر، في بقى الحساب بقى. لان حاليا لو بدانا في لما نحب نصح حاليا يا استاذ، لما نحب نصح حاليا في ناس يعني خارج البلد وفي داخل البلد مش عايزين الخير للبلد. اللي هيموت اكثر من اللي لسه جاي. تمام، شكرا جزيلا اخونا احمد. وجهه نظر يعني تحترم ودعوه للمصالحه، لكن لابد ان تكون هناك يعني معرفة أين أو من سيأتي بحقوق الشهداء ومن كل الأطراف، من مات من المصريين، الدم المصري الذي أهدر بدون قيمة للأسف الشديد وبدون مراعاة أبدا لأهمية هذا الدم. معنا أيضا اتصال آخر. أخونا مكي من السعودية، تفضل حكمي. السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا كيف حالك؟ الحمد لله، كيف حالك أنت؟ الحمد لله. يا اخي الناس يقتلوا هكذا بس. الو، تفضل. كيف حالك؟ الحمد لله، تفضل. يا اخي الناس هذو مجرمين او ايش هذو؟ فين الاسلام؟ فين الناس المسلمين؟ فين ليش ما يقومش كامل المسلمين هكذا ضد اليهود هذو؟ تمام. يعني رسالة وصلت أخونا من السعودية بيستنكر صمت العالم كله وصمت العالم العربي وصمت كثير جدا من دول المواجهة التي كانت. يعني لماذا هذا الصمت على قتل إخواننا في غزة؟ حتى مستشفى شهداء الأقصى تم إخلاءها بأوامر من الاحتلال، وإلا ستدك ودكت فعلا، وسقط الشهداء في بسبب ضرب الطابق الثالث والطابق الثاني، وحتى ألقيت أمام المستشفى قذائف. عم الحاج عبد الرحمن، يعني غزة يعني هذه ليست المرة الأولى ولا العاشرة، ولا يعني غزة تضرب مرة أخرى وهناك صمت من حكومات عربية كثيرة. سيدي الفاضل، الحكومات العربية تعمل كلها في خدمة المخطط الصهيوني الأمريكي، واللي خطط لضرب غزة كان رئيس المخابرات المصري، وكان في كلام ومباحثات بين تليفونات بين نتنياهو وبين عبد الفتاح السيسي في مصر وآخرين في البلاد الأخرى. أنا مش عاوز أوسع في الكلام عشان الوقت ضيق. هناك نوع من التضامن، بل في كلام قوي موجود حتى على الصحف الإسرائيلية، إن الممول لهذه الحرب على شعب غزة وعلى إخواننا في غزة اللي هم معزولين عن العالم ومحرومين ومضيق عليهم من قبل مصر ومن قبل إسرائيل في موقف واحد، امر متفق عليه. نعم. فانت لا تنتظر من هؤلاء. شكرا ان جزيلا. هم يقدموا حكم. شكرا جزيلا عم الحاج عبد الرحمن. شكرا نقيب الفلاحين. وقتنا خلص. كنت عاوز اقول حاجه مهمه بعد اذن حضرتك. الدعاء يا اخواننا، الدعاء لاخواننا في غزه اللي مش طايل، مطلوب عليه ان يدعو، وخصوصا في هذه الايام المباركه لشعب غزه المحاصر من جميع الجهات. شكرا جزيلا عم الحاج عبد الرحمن. شكرا نقيب الفلاحين. واذكركم بما قاله وما ذكره ايضا احد المتصلين، الدعاء والتوبه. ومع الحاج وحيد، ونراكم غدا ان شاء الله.